مرحبا بك سيد فارس، ما القوة التي ستضيفها هذه الزيارة، زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية لتعزيز إمكانيات القوات الأمنية العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونحيي جمهوركم الكريم، ونقول هذه الزيارة هي اللي يقوم بها من وزير مهم لدولة ضمن مجلس الأمن، من دول ذات حقية الفيتو في مجلس الأمن اللي هي فرنسا، وكل يعرف الثقل فرنسا، وهي جزء من التحالف الدولي اللي له فعاليات مهمة في العراق. نقول هذه الزيارة جاءت مع حكومة جديدة إلى وهي حكومة السيد الكاظمي، وجاءت بعد أكثر بتأكيد أو دلالة أكثر بعد زيارة السيد الكاظمي للولايات المتحدة. وحقيقة نلاحظ أنه لأهمية زيارة السيد الكاظمي للولايات المتحدة وانعكاسها انعكاسات إيجابية على الوضع الخارجي للعراق، وأكيد إن شاء الله تثمر بأمور جيدة على الوضع الداخلي، انفتاح دولي على العراق. سبق هذه الزيارة هي القمة العربية لرؤساء العراق ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك، هذه حقيقة تعطي دلالات جيدة إلى أهمية العراق، إلى وضعه، إلى مكانته. والعراق إلى دور ريادي غيب بسبب الأحداث اللي جرت من بعد 2003 وما بعد، و اليوم أمام حكومة جديدة. الحكومة حقيقة هذه نشوف عندها برنامج يرى العراقيون والمراقبون ليس في الداخل فحسب، إنما حتى في الخارج دولي أو نشاطات أخرى، أنه الكاظمي جاد في البرنامج اللي ذكره، لأن حقيقة ليس كل ما ذكروا رؤساء الحكومات المتعاقبين في العراق نفذ، وهو مثلا ضمن برنامجهم يكون انفتاح على العالم العربي وانفتاح على العالم، وإذا بهم ينفذون أجندة تختلف. ولو نرى يعني كان أكو هناك فعالية نعتبر فعاليات الكاظمي هي امتداد لها، هي فعالية الدكتور العبادي، كان كذلك صادق في انفتاحه على العمق العربي والدولي، واليوم الكاظمي كذلك يمشي على نفس النسق. وحقيقة نشوف هذا الموضوع بتأييد طيب كبير، لذلك هذا الانفتاح زيارة فارس. نعم عذرا المقاطعة، هذا الانفتاح يعتبره البعض مخالفا لما يصدر من التحالف بأنه سينسحب من العراق، بل إصرار على بقائه، لأن الوفود التي ترسل إليه هي لتعزيز القدرة الأمنية وللتعاون العسكري وأهداف أخرى، وما يتداوله فقط للتداول الإعلامي. ما تعليقك؟ سيد العزيز، أكو ناس تقدر تسميهم قبل يقولون يسمونه طابور الخامس وإلى مصطلح، وأكو ناس تغرد خارج السرب، وأكو ناس ما تهمها المصلحة الوطنية، وأكو ناس تشتغل لإسقاط الكاظمي وحقيقة يضر مصالحها نجاح السيد الكاظمي. شاء من شاء وأبى من أبى، أنه السيد الكاظمي عندما وقع مع الولايات المتحدة انسحاب خلال 3 سنوات حقق نصر كبير، وهذا دليل وتحقيق للاستقلال العراق الحقيقي يعني. ولو أنه حقيقة احنا نعرف أنه حتى القوات الأمريكية تواجدها بناء على طلب من الحكومة العراقية، ولكن جدولة الانسحاب وتحديد مدة زمنية ب3 سنوات، نعم. 3 سنوات في عمر الدول، وفي هذا ليس بالمدى الطويل يعني. حقيقة حتى لو فرضا لم يصل اتفاق، ولو أردت إخراج الأمريكان بالقوة وتبدأ من الآن، فلا أظنك تستطيع خلال 3 سنوات حتى وأن تحقق لك النصر. طيب. وأقول بالقوة لن تستطيع خلال أي قوة خلال 3 سنوات إخراج القوات التحالف الدولي من العراق. ما حقق الكاظمي حقق نصر كبير للعراق وإنجاز كبير لذهابه إلى الولايات المتحدة، الخروج خلال سيسجل للسيد الكاظمي، لكن هناك كما قلت لك البعض يحاول كل نجاح أن ينتقص منه لغايات معينة لإرضاء الزيارات للكاظمي. على سيرة زيارات الكاظمي وكذلك زيارات الوفود الخارجية للعراق، زيارة وزير الخارجية السعودي للعراق كيف يمكن أن تقرأها؟ يعني هل هناك سنشهد تعاونا فعليا بين العراق والسعودية على المستوى الاقتصادي مثلا؟
السيد العزيز اكيد يعني، وانا قلت لك هذه الزيارات خصوصا بعد زياره الكاظمي للولايات المتحده، انا يعني اربط خلال هذه الزيارتين انفتاح الدولي على العراق بعد الاتصال او زياره الكاظمي، اكيد سيكون له اثر اقتصادي وسياسي ومعنوي وامور كثيره ناهيك على انه يعني احنا هذا العمق العربي اللي واجب العراق ان يرجع له، ما يربطنا مع السعوديه، تاريخ مشترك، العروبه، الدين، الحدود، النسب، الدم، الامور كثيره تربطنا. من الخطا ان يكون هناك فجوه ما بين العراق والسعوديه او مع جيرانه جميعا وخصوصا العرب، الخطأ هو الاستمرار بهذه الجفوة. الحق الصح لصالح العراق ولصالح جيرانه ولصالح المنطقة هو التواصل، فأكيد احنا نعلم انه السعودية بادرت مبادرات كثيرة من للتعاون خصوصا في مجال الكهرباء منذ الحكومات السابقة، ولكن كانت هناك إرادة للأسف داخل العراق معززة بإرادة خارجية انه لا يريدون هذا ان يكون للسعودية دور إيجابي في العراق، وتحدث السياسيين كثيرا في هذا المجال. انا اقول كيف لعراقي ان يدعي بالوطنية وحب العراق ويريد العراق الخير ويمنع خير ممكن ان ياتي؟ هذه العلاقات من يجيك تعزيز على مستوى الطاقة الكهربائية وتساهم السعودية في ذلك، واحنا عانينا وشعبنا يعاني يوم ورا يوم، المعاناة مو بس معاناة جسدية ونفسية واثر كبير، بدينا ندفع لها دماء لان تطلع مظاهرات على الكهرباء، على انتقاء ناقمين من سوء الخدمات. هذا الدم ما يخلي البعض ان يتوقف ويقول اكو دولة تمديني لكي تمد ايديها انه وحتى تنهي هذه المعاناة، المفروض احنا نمد اذا تجونا بخطوة نجيهم بخطوتين، نحن المحتاجين. طبعا هذه احنا في نظرنا دائما هذه لا يقلل من السيادة، سيادتنا خط احمر وسيادتنا الطريق الاول، واقول انجاز الكاظمي في تحديث 3 سنوات لخروج القوات دليل على انه جاد في تحقيق السيادة، ليش اشكك به؟ ليش احط نعم. شكرا جزيلا لك، انا السابق كنت معنا من بغداد السيد فارس الفارس.